السلام عليكم ورحمة الله. إذا اليوم مع ميز أبرونتيساج أون فرونسي المستوى الخامس صفحة 40، دونك تتمة ديال إيفالياسيون لاباج 40. نكملو مع كونجوغيزون، دونك كومبليت لي فراز افيك لو برونون كي كونفيان. دونك لي برونون هما جو، تو، إل، إل، نو، فو، إلو، إل. دونك هنايا أدي أ سيتادير غتكون إل. Donc, il a présenté son travail au public. قدم العمل ديالو للجمهور. هنا سوي. Donc, كاسو كون معاها. Je suis rentré en fin de journée. رجعت. دخلت في حالي في الاخر ديال النهار. Somme. كتكون معاها nous. Nous sommes restés ensemble toute la journée. بقينا مجموعين اليوم كامل. Des avez. Donc, vous avez fini votre اكسبوزي، يعني انهيت العرض ديالك. اس تكون اس تكون ماتي تي اوجي سو لو سولا، يعني حمريتي تحت الشمس ولا وجهك احمر. تري بيان. مانتنو كونجيغي لي فيرب او بريزون دو لانديكاتيف. غادي نصرفو هادو في البريزون دو لانديكاتيف، يعني حنا البريزون حافظين. الا كان برومي جروب يعني او ار، كنديرو او او اس او O N S E Z E N T. إلا كان I R يعني دوزيام جروب، راه تنديرو I S I S I T، دوز S O N S، دوز S E Z، دوز S E N T. دونك جو ترافاي، دونك جو مع E L ترافاي، تا هي E بحالها E. فو ترافايي، vous z il avec s can go travail ent. Écoutez bhal ha hna réussir is. Donc je réussis is. Elle réussit it. Vous réussissez, ils réussissent. C'est le deuxième groupe. Écoutez, je n'ai pas travaillé, donc je, donc j'écoute eux, elles écoutent eux, vous écoutez eux. Z, il écoute, donc avec S, c'est-à-dire E, N, T. Agir, pas réussir. J'agis, I, S. Elle agit, I, T. Vous agissez, E, Z, il agissent E N T. Très bien. Maintenant l'orthographe complète le nom avec E accent ou le E accent E. هذا الدرس اللي كنا شفناه. فإذا كانت في الاخر تي اي غالبا E accent، الا واحد الكلمات كنحفظوهم، يعني ديما تي اي نديروها E accent فقط، ولا تي في الاخر ديما E accent، الا بعض الكلمات غير ذلك كنديروا كنزيدوا واحد الاو ديال الفيمينا. Très bien. Donc là, l'amitié, c'est-à-dire T-I, c'est-à-dire E accent. Une montée, c'est-à-dire les kalimat al-qala, il est fait T, ou ramadek kandiru, wahed l'E dial féminin. Pensée, me fait T, donc, nzid E, wahed l'akhra. Hna, piloté, wakha fiha, walken mel kalimat li kanzid fa E. Une fée, E accent E. La clé, E accent. La santé, E accent. Journée, E accent E. Acné, Habshweb, E accent. Très bien, place les accents qui manquent sur les mots suivants. Donc, on a rendu les accents les racines. Adna, une guêpe, a dit circonflexe. E, entre par la fenêtre, c'est circonflexe. Maman a préparé, donc elle a le passé composé, préparé, donc aigu, un gâteau pour la fête. La fête, elle a
Circonflexe. En été, aigu, en été, on part toujours à la pêche. Donc, comme chez le site, comme chez le site. Donc, naya, circonflexe. Les livres de la bibliothèque, grave, sont rangés, passé composé, sur les étagères. Le nouvel élève est assis près de moi. Donc, le chilmi l'jil glisse hdaya. Très bien, maintenant, production de l'écrit. Donc, sur ton cahier, écris un message de type message électronique pour informer sur une personnalité marocaine de ton choix. Donc, في الدفتر ديالك غادي تكتب واحد الميساج واحد رسالة إلكترونية بريد إلكتروني رسالة إلكترونية باش تخبر تهدر على شي شخصية مغربية من الاختيار ديالك. دونك ما نساوش بأن ميساج إلكترونيك قرينا بأن خصنا في الفوق هنايا نديرو الإيميل ديالنا ومن تحت منو الإيميل اللي غنصيفطو ليه ومن تحت منو لوبجي الهدف ومن بعد كنكتبو الفورمول دابيل ديك بونجور ولا شير أمي ولا اللي من صيفتها تحية وكنكتبوا الميساج وفي الاخر تنكتبوا السميه ديالنا. دونك خاصنا هادشي كامل نديروه. دونك هنا ناخذ هذا النموذج هذا وغنهضروا على الطاهر بن جلول. غنصيفط واحد الميساج الكترونيك للبروف ديالنا مثلا الاستاذ ديالنا ولا الاستاذه لا ميتريس الاستاذه ديالنا ونديروا نفس الشيما ديال الميساج الكترونيك. دونك غنكتبوا هنا ليكسبيديتور يعني المرسل غنديروا وفاء. نتوما كل واحد يدير السميه ديالو حيد وفاء دير السميه ديالك كنت هي حيدي وفاء دير السميه ديالك الديسيناتير اللي غرسلو لي غنديرو مثلا البروف غنصيفطو للاستاذ ديالنا اللي عندها عنده استاذ يدير ميتريس لا ميتريس مثلا ولا ميتريس ولا خليها بروف ماشي مشكل هذاك بريد الكتروني. لوبجيكتيف الهدف هو انفورماسيون غادي نخبرو على طاهر بن جلول. غنقولو بونجور Tahar Ben Jelloun est un écrivain, peintre et poète franco-marocain né le 1er décembre 1944 à Fès. Donc Tahar Ben Jelloun, واحد الكاتب رسام شاعر فرنسي مغربي يعني تزاد في يعني كيهضر الفرنسي والعربيه بجوج فرانكوفون. دونك هنا كيتزاد في 1944 في فاس. Après avoir fréquenté une école primaire bilingue, من بعد ما مشى لواحد المدرسة اللي bilingue كتقري عربي وفرنسية طنجة jusqu'à l'âge de 10 ans يعني حتى العمر ديال 10 سنوات puis fait des études de philosophie à l'université محمد 5 من بعد دار الفلسفة في جامعة محمد 5 دو رابا ومن بعد غنكتبو الاسم ديالنا اللي لتحت اللي انا مصيفط به مثلا وفاء اروباسك جيميل بون كوم ولا دير السميه ديالك ولا دير اي بريد الكتروني ماشي مشكل. غومي لي فراز دون لوردر بوغ فورمي يعني غومي لي فراز نعاودو الترتيب ديال هاد الجمل هادو بوغ فورمي ان تكست باش نشكلو واحد التكست ونكتبوه في الكاي ديالنا. دونك انا بلا ما نعاود نكتبو غادي نرتبوه بالارقام وانتم تعاودو تكتبوه في الدفتر ديالكم. دونك هنا باش نعرفو الترتيب كاينه اوجوردي اليوم اوتخوفوا قديما dans un futur proche المستقبل واحد المستقبل قريب. اذا دائما الترتيب خاص يكون بالترتيب ديال الزمن. اذا اوتخوف وقديما هي الاولى. لي ماروكان كي فيفي على ليترونجي نو سو كونيس با بوكو يعني قديما كانوا المغاربه اللي كيعيشوا في الخارج ما تيتعرفوش مع بعضياتهم بزاف ما يعرفوش بعضياتهم. الثانيه غتكون اليوم اوجوردي اوجوردي ايل سو سون اورغانيزي اون اسوسياسيون دون بليزيور باي بور ايشانجي اي سون تريدي. اليوم كيتنظموا في مجموعه من الجمعيات يعني باش يتبادلوا الافكار والتعاون. دونك هذه هي الثانيه دون ان فيتور بروش في المستقبل القريب ان شاء الله. Ces associations vont former une grande communauté marocaine solidaire à travers plusieurs pays. قريبا ان شاء الله غيديروا هاد الجمعيات هادو غادي يشكلوا واحد التعاونيه مغربيه واحد التعاون مغربي سوليدير يعني متضامن اللي يشمل بزاف البلدان اخرى. دونك هادي غتكون هي الثالثه. اذا غنكتبوا بي من بعد منا غنكتبوا ا ومن بعد منا غنكتبوا سي قلنا رتبناهم على حساب الكلمات اوجوردي autrefois, futur, proche.
Très bien, donc là, on a قد نهينا الصفحة 40 لاباج 40 ميزابرونتيساج ان فرونسي المستوى الخامس. شكرا والسلام عليكم ورحمة الله.